تشاو لي جيان المحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية عندما يتحدث عن وجود إثباتات تؤكد على أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هي التي نشرت فيروس كورونا في الصين، وقال الدبلوماسي الصيني هناك أدلة تؤكد أن فيروس كورونا تم إنشاؤه عام 2015، أو تم اختراعه 2015 وتم تطويره 2019 وسموه كوفيد 19. مركز لوغار الأمريكي للاختبارات في جورجيا طائرات مسيرة لنقل الحشرات الحاملة للجراثيم. تأكد قلقنا من التصرفات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي على الأراضي الجورجية، بما في ذلك محاولاتها التحايل على بعض بنود معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة برفع مقدراتها البيولوجية العسكرية تحت غطاء الأبحاث السلمية. ترامب نفى وجود أدوات اختبار الكورونا في الولايات المتحدة، ظلوا يقول ما ليس موجود عندنا، وانتظر 12 يوم. نعم. وتقول هذه المغردة انه 12 يوم الكثيرون قد اصيبوا، ربما اصيبوا دون علاج. وفي النهاية تقول فجأة تظهر علينا شركة باسمها أوسكار هيلث لفحص الكورونا، فنتبين ان أوسكار هيلث يمتلكها كوشنر كمباني، صهر ترامب، زوج بنته حسب هذه السيدة على تويتر. أنا لدي وثيقة بإمكانك تفوت تجيبها، وكل المشاهدين الكرام يستطيعون التعرف على هذه الوثيقة. فقط يدخلوا إلى جوجل بيتنتس، براءات الاختراع أو الاختراع أو الاكتشاف المدونة على جوجل بيتنتس. نعم. أنا لدي براءة. نعم. الاختراع والاكتشاف تبع كورونا فيروس قدمتها أمريكا. نعم. في 2015 قبل 5 سنوات. ما عم بحكيك. نعم. هذه هي كلياتها مع الأسماء. أمريكا اكتشفت الفيروس ب 2000 دقيقة يا أخي، مش اليوم شو اسمه ترامب عم يتهم الصين، بقول له الفيروس الصيني. طيب كيف الفيروس الصيني واسمه كورونا فيروس، والكورونا فيروس مسجل باسم الولايات المتحدة كبراءة اختراع، وعندي أسماء الذين اكتشفوا الفيروس وطوروه، وأسماءهم أريكا بيكرتون، سيرا كيب، وبول بريتن،